كل يوم بيجي التاريخ ده 24/4 بنحس بالفخر بانتمائنا للنادي وللمنظومه، بيزيدنا شغف ان احنا نحاول نعمل حاجه للنادي احسن واحسن. النادي بصراحه يعني خيره علينا كلنا، يستحق مننا كل يعني كل عمرنا زي ما بيقولوا، المجهود وعدد الساعات اللي احنا بنقضيها فيه، ما بنحسش فيها باي نوع من انواع الضيق، لكن بنحس ان احنا لا النادي على قد ما ادانا، فمهما احنا ادينا له ده ما بيوفيش اي حاجه من حقه علينا. انجازات كتير، لو كل ما النادي بياخد خطوه جديده عليه بتحس ان انت اتنقلت نقله ثانيه خالص. يعني ما اقدرش انسى مثلا فرحتنا مثلا بالكونفدراليه، هي دي اللي حضراني، انك بتجيب الانجاز لاول مره لتاريخ النادي، بيتحط في بطولات النادي زي البطولات اللي ورانا دي كلها، يتحط انجاز جديد من نوعه، دي فرحه من الحاجات اللي ما بتتنسيش. في التحدي اللي كان موجود ظروف وقتها مع ظروف الفريق، مع ظروف التغيرات بتغير جد الفريق، كان انجاز كبير جدا. فربنا يوفق يا رب النادي في اللي جاي، وان شاء الله احنا مصرين ومصممين على ان احنا نكمل المسيره، وان احنا نعمل كل اللي نقدر عليه، وكل الناس اللي هتيجي بعدينا تعمل كل اللي تقدر عليه انها تخلي النادي الاهلي دايما صاحب الرياده، وان هو يبقى مختلف في كل حاجه. الاهلي زي ما انت عارف وقت الفرح وقت الاحتفال بياخد وقته ومجهوده وبيحتفل، ما عندناش يعني النادي الاهلي يعني متعود دايما على ان هو لما بيجي المناسبه انه يفرح بيفرح، وبعدها على طول تاني يوم زي ما الفرقه كده متعوده لما بتكسب بطوله انها بتفرح يوميها وبتبتدي تاني يوم تستعد للانجاز اللي بعديه. نفس الحكايه، احنا بنحتفل بعيد ميلاد النادي الاهلي، وبعدها على طول بنبتدي نفكر في ان احنا ازاي ما يعديش علينا عيد ميلاد تاني الا لما نكون واخدين خطوه اعلى واكبر ومختلفه، بحيث ان احنا حتى يبقى الاحتفال بعيد ميلاد الاهلي ليه طعم. طبعا.